احد الطلاب يقول جئت في مسجد في المدينه، يقول اتدرون هذا الكلام لو كان صحيح لا يجوز ان يلاح فضلا عن يخبر به. قال اتدرون ما الذي حدث؟ ضبطت 100 دائره في المدينه المنوره. لا اله الا الله. يقول اخونا ما هو بيتكلم في المساجد، لكن يقول في ذاك اليوم ودخلني اتكلم. قلت يا ايها الخطيب، هذا الكلام لو كان صحيح هل يجوز ان تذيعه؟ هذا من اشاعه الفاحشه بين المؤمنين. اتق الله. وهي اولا كلامك لا غير صحيح، من اين اتيت بهذا الخبر؟ وانا متاكد انها مبالغه يبالغ بها بعض الدعاه الحمقى الذين لا ينتهجون منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه الى الله. وثانيا لو قدر انه صحيح ما ينبغي اثارته. هذا مثل واحد يقول المكان الفلاني يوجد فيه كذا وكذا، يقول الحكايه كلها يدور حتى فيه، يعني خطيره جدا. سمع لا شيء ما يصير الله. المهم عطني طاقه بعد قليل. فشاهد يعني ما يأتيك واحد